خلينا نمارس الرياضة. هنتكلم بتأكيد عن رياضة مفيدة للجسم كله، هي بتعتبر السباحة واحد من ضمن أهم التمارين اللي بتفيد الجسم بشكل كبير وبشكل كامل، بتفيد الجسم كله، بتساعدنا على تحسين صحة القلب، الرئتين، قوة العضلات، وممكن إنها تكون بديل رائع بالنسبة للأشخاص اللي بيعانوا من هشاشة العظام ولمختلف الفئات العمرية بشكل عام. الدراسات اتكلمت بأن الأشخاص اللي بيمارسوا رياضة السباحة هم أقل عرضة لخطر الموت بنسبة النصف من الأشخاص اللي يعني بيبعدوا عن ممارسة السباحة، وبالتالي السباحة تعتبر رياضة منقذة للحياة، لابد ان احنا نتمتع بيها وان احنا نكون حريصين على ممارستها بغض النظر عن الاعمار. في موقع واكثر من موقع، موقع هيلث رصد مسألة السباحة وقال ان فوائدها بتتفاوت ما بين ما هو صحي على غرار يعني المساعدة في علاج التهاب المفاصل، تحسين صحة القلب، وما هو نفسي. الموضوع مش بس على الجانب العضوي، والجانب النفسي ده على غرار تحسين الحالة المزاجية، مكافحة القلق، وكمان بعض الأمور المتعلقة بالحالة والمود زي ما بنقول. كمان بتساعد على تحسين صحة القلب والرئتين والعضلات، وممكن إنها تقلل من ألام المفاصل والتيبس زي ما بيسموها. ممكن كمان إن يكون لها دور في تحسين قوة العضلات، القدرة الوظيفية بالنسبة للأعضاء بشكل عام. إذن دي دعوة يعني إن احنا نمارس الرياضة وتحديدا السباحة. خلاص كله ببعضه، يعني السباحة يعتبر تمارين رياضية شاملة، الجسم كله بيتحرك صحيح. فيها فبالتأكيد يعني هي مفيدة لكل وظائف الجسم. الدراسات كمان بتشير إلى أن السباحة باستمرار قد تقلل من الحاجة إلى مضادات الاكتئاب، وتدعم السباحة صحة القلب والأوعية الدموية وصحة الدماغ، وبتعتبر السباحة شكل مثالي من التمارين لكبار السن لأنها تمرين لكامل الجسم، ولا تعمل فقط على القلب والرئتين مع كل حركة، لكنها بترهق الأربطة والمفاصل، فكمان بتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والخرف والاكتئاب والقلق. ربنا ما يجيبش ولا اكتئاب ولا قلق ولا أي حاجة. السباحة كمان بتصفي الذهن، يعني لما تاخد ساعة كده أسبوعيا حتى يعني بتصفي ذهنك، بتخرج بعدها مرتاح نسبيا يعني. وإحنا في أجازة وإنتوا في أجازة، فاستمتعوا يعني بالأماكن اللي ممكن تنزلوا فيها بحر أو حمام سباحة، واللي ما بيعرفش يعوم يتعلم السباحة ويستمتع بوقته، يعني منها رياضة مفيدة للجسم ومنها استمتاع بالوقت ومع الجو الحر، يعني مع الجو الحر ده فشيء مثالي جدا بالتأكيد ان احنا نمارس السباحة. كل واحد على حسب الظروف، يعني اللي هيعرف يروح البحر، اللي مش هيعرف يبقى حمام السباحة موجود، ويعني خلاص يعني لو العملية ضاقت بيه قوي يقدر ان هو يروح في حمام السباحة في أي مكان. ومع حالة المناخية اللي احنا فيها اللي كنا لسه بنتكلم عنها، بالتأكيد لازم ان احنا نحاول نتصرف، وبالتأكيد الرياضة هي رقم واحد في الموضوع.